يقول لي بنات أخ وبنات أخت وهن شابات، فإذا زرتهن بادرن بتقبيلي في وجهي وكذلك يحصل مني لهن، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا يجوز التقبيل في الوجه على الفم، عليك أنك تنبههن في أن يقبلن على الرأس، تقبلهن أنت على رؤوسهن وهن يقبلنك على الرأس أو على الجبهة لا بأس. نعم، لأن يعني هذا فيه فتنة، التقبيل على الخد أو على الفم فيه فتنة.